السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله. اليوم في هذا الفيديو جيت نتكلم لكم على لونتري إكسبريس، غادي نعطيكم معلومات أساسية على نظام الهجرة ديال الدخول السريع إلى كندا، إكسبريس إنتري أو لا لونتري إكسبريس، اللي هو بطبيعة الحال ما كيخصش مقاطعة كيبيك، كيخص جميع المقاطعات الأخرى، يعني كندا كاملة من غير مقاطعة كيبيك اللي هي عندها نظام هجرة خاص بها، اللي هو أريما غادي نتحدث عليه بالتفصيل إن شاء الله في فيديو مستقبلا. إذن كيتعتبر نظام الدخول السريع إلى كندا لونتري إكسبريس أو الإكسبريس إنتري هو واحد من طرق الحصول على الإقامة الدائمة، يعني لا ريزيدانس بيرمانونت، اللي كتخلي المهاجر بطبيعة الحال كتعطيه الإمكانية باش يستقر بواحد الشكل نهائي داخل كندا، داخل التراب الكندي. هو كذلك واحد النظام اللي كيهدف أنه يقلل من فترة دراسة ومعالجة طلبات الهجرة، وبالتالي كيقلص من فتره الانتظار عكس بعض البرامج الاخرى او بعض فوالا برامج الهجره الاخرى اللي كانت كتقدر تاخذ سنوات عديده. فإلا كنتي كملتي وراق كاملين وجمعتي الدوسي ديالك بعد ما بطبيعه الحال قالوا بانهم يعني عندك لو بروفيل مقبول باش انك تدفع طلب الهجره، فممكن تاخذ منك فقط 6 اشهر باش انه تاخذ الفيزا ديالك. اذا الا كنتو مهتمين بالهجره الى كندا من خلال نظام الهجره السريع، اول حاجه خصكم ديروها بطبيعه الحال هي تدخلوا لو سيت ويب ديالهم. غادي نخلي لكم بطبيعه الحال الرابط اللي فيه جميع الروابط اللي كتخص هاد المسائل ديال الهجره السريعه. غادي تدخلوا باش تشوفوا واش غادي تكونوا ضمن قائمه المترشحين للدخول السريع. كاين واحد لو باس او واحد القائمه ديال المترشحين كيجمعوهم، الا كنتي في هذيك القائمه كيعني انه عندك شروط، يعني لو مينيموم ديال الشروط باش انك ترشح، وممكن انهم يعيطوا لك باش تدفع الدوسي ديالك ديال دفع طلب الاقامه الدائمه من خلال لونتري اكسبريس او الاكسبريس انتري. اذا هاد لو باسام بطبيعه الحال غادي يوضعوكم فيه، غادي يوضعوا فيه الاشخاص اللي هما مؤهلين، وغادي يعطوهم النقط حسب جميع المعايير وداكشي اللي هما باغيينو يعرفوا عليك، باش يقولوا لك واش انت مؤهل انك تمشي انك تدفع لنظام الهجره السريع وتجي لكندا او لست مؤهل. اذا اول حاجه خصها تكون عندكم باش انكم تدخلوا لهاد القائمه ديال المترشحين او هاد لو باسا ديال لونتري اكسبريس، خاص اول حاجه ديروا واحد لو تيست ديال اللغه، باش حيتاش من خلال النقطه ديالكم في لو تيست او في اختبار اللغه ممكن يعطيكم واحد النقطه. اول حاجه هي اختبار اللغه، كاين تي او اف وكاين الايلتس ديال لونغلي، على حسب واش بغيتو تدوزو الفرنسيه غادي تشوفوا الاقوى لغه عندكم هي اللي غادي تدوزو فيها لو تيست، وغادي تحطوها كلغه يعني الاساسيه ديالكم. عاد من بعد الا بغيتو نقط اكثر غادي تزيدوا اللغه الثانيه، فغادي تخول لكم بطبيعه الحال واحد النقط اللي هي اكثر. ثاني حاجه خصكم ديروها ضروري بالنسبه بعد الاختبار اللغه، فتيبقى صالح لمده سنتين، اون فوا كتفوت سنتين فديك الساعه ما تيبقاش صالح. اذا فبطبيعه الحال سنتين راها كافيه باش انك تقد ورقك وتدفع نظام الهجره. فاول حاجه ديروها هي انكم ديروا لو تيست دو لانغ، ان شاء الله غادي نتكلم لكم عليهم في فيديو بوحدها باش نعطيكم الاثمنه ديالهم وفين ممكن تقوموا بهذا لي تيست. ثاني حاجه هي خصكم ديروا معادله الشواهد، يعني الشواهد ديالكم غادي تجمعوها وغادي تصيفطوها لواحد لواحد لورغانيزم اللي هو غادي يعطيكم المعادله ديالها. يعني مثلا عندك مثلا واحد الاجازه او لا عندك ماستر او عندك ديبلوم مهندس دوله، هما غادي يشوفوا غادي يديروك المعادله ديالو باش يقولوا لك اشنا هي القيمه ديال هذاك الدبلوم في كندا، وهما غيعطيو غادي يعطيوك عليه نقطه، لديك النقطه او لديك داك التقييم غادي تدخلو في في في, في هذه البلاصه اللي غادي تمشي تدخل فيها المعلومات ديالك، باش طبيعة الحال غادي تضيف عليها المعلومات الاخرين كاملين اللي عندها علاقه بالسن، بالحاله العائليه، بسنوات الخبره ديالك، اشنو خدمتي، مهم جميع المعلومات اللي غادي يطلبوا منك، باش في الاخر غادي تجمع واحد العدد من النقط. داك العدد من النقط هو اللي غادي يشوف واش عندك العدد اولا ولا الرقم الادنى ديال هاد النقط باش انك تدخل في هاد قائمه المترشحين اولا ما عندكش. متفقين؟ اون فوا غادي تكون عندك هذيك النقطه طبيعة الحال غادي يشوفوا ديك الساعه شنو هي الرتبه ديالك ما بين هذوك الناس كاملين اللي
دخلوا لقائمه لو باسان ديال لونتري اكسبريس غادي يشوفوا فين غادي يحطوك في الترتيب. وبطبيعه الحال كل مره كيهزوا واحد الناس اللي غادي يعيطوا لهم يقولوا لهم اجيو دفعوا الدوسي ديالكم راه عندكم لو مينيموم ديال راه عندكم النقط مزيان باش انكم تدفعوا، غادي يشوفوا واش غادي تكون منهم اولا ما غتكونش منهم. يعني كل ما عندك نقط اكثر كل ما غادي تكون متقدم في القائمه، يعني بحال واحد الصف غادي تجي في القدام وغادي تكون بطبيعه الحال عندك حظوظ اكبر باش انهم يعيطوا لك في اقرب وقت ممكن. بالنسبه لهاد المرات اللي كيعيطوا فيهم الناس اللي كياخذوا فيهم كيدير فيهم واحد السحب فماشي محدوده، ممكن تكون مره في الشهر ممكن جوج حتى ثلاثه د المرات، يعني ما كاينش شي حاجه محدوده. هذا هو لافونتاج ديال نظام الدخول السريع. ممكن واحد الفكره نعطيها لكم، ممكن انكم تدخلوا يعني من اليوم من دابا لذاك لو ليان اللي فيه كيفاش انكم تحسبوا النقط ديالكم، بحال كديروا غير واحد الحساب اللي هو تقريبي قبل ما ديروا مثلا لو تيست، قبل ما ديروا معادله الشواهد غادي تحاولوا راه غادي تلقاو واحد ليان كذلك فيه الشواهد وتقريبا شحال كتعطيك ديال النقاط، وهذا باش تحسبوا تقريبيا كذلك تشوفوا على حساب لو نيفو ديالكم كتقولوا مثلا انا غنجيب هذه النقطه اولا هذه النقطه باش ديروا يعني واحد الحساب تقريبي. ولكن الا كنتوا اصلا عندكم الهدف ديال الهجره فمعادله الشواهد ولي تيست دو لونغ هما شي حاجه لا بد منها. ومادام معادله لي تيست دو لونغ اولا اختبارات اللغه كدوم سنتين والمعادله الشواهد كدوم تقريبا 5 سنوات كنظن، ف يعني ما غاديش تضيعوا فيهم، يعني تابعينكم اللهم ديروهم في اقرب وقت ممكن باش ان شاء الله ملي تبداو ديك ساعات في الاجراءات وتبداو في تدخلوا المعلومات ديالكم وتصيبوا الملف الشخصي ديالكم يكونوا عندكم واجدين، حيت هما بلا بهم ما يمكنش لك تحط الملف الشخصي ديالك باش اصلا يعرفوك واش غادي تدخل في هاد القائمه ديال المترشحين اللي هو لو باسان ديال لونتري اكسبريس ديال المترشحين او لا. حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم، يعني مثلا الا كنتو ان كوبل زوج وزوجه فمن الافضل بجوجكم تديروا هاد لك يعني تحاولوا تقيموا لو بروفيل ديالكم باش تشوفوا اللي عنده اكثر عدد من النقاط يكون هو المترشح الاساسي والاخر يكون لو كونجوان ديالو. يعني مثلا الا كانت الزوجه لو بروفيل ديالها ولي ديبلوم ديالها واللغه ديالها كتخولها انها تحصل على نقط اكبر فتكون هي اللي غادي تدفع لو دوسي بسميتها والزوج يكون هو لو كونجوان والعكس. يعني دائما باش انه يكون عندنا حظوظ اكبر باش نتقبلوا في لو باسان وباش ان شاء الله يكونوا عفوا يكون عدد النقاط كافي باش انهم يتهزوا في لا سيليكسيون الاولى، يعني يكونوا في المراتب الاولى ديال هذاك الصف اللي كيديروا الناس كاملين اللي داخلين لو باسان. حاجه اخرى خصكم تعرفوها ان لونتري اكسبريس كتبغي لي ترافايور كاليفيي، ف خاص يكون عندك على الاقل سنه ديال العمل كامل، زعما سنه ديال العمل ابلان طون، ف ما كتصلحش للناس اللي يلا واخدين ديبلوم باقي ما عندهم حتى شي خبره في سوق العمل. حاجه غادي ناكد عليها المره الثانيه، لونتري اكسبريس هي ماشي ديال كيبيك، يعني الناس اللي باغيين يجيو لواحد المقاطعه فرانكوفونيه اللي هي كيبيك اللي فيها العرب بزاف وداكشي عندهم نظام هجره اخر. لونتري اكسبريس هي لجميع المقاطعات الاخرى اللي اغلبيتها انغلوفونيه، ولكن فيها حتى هي بعض البلايص بعض المدن اللي هي فرانكوفونيه ولكن ماشي بحال كيبيك. كيبيك اللي باغي زعما يعيش في واحد لونفيرونمون فرنسي يعني فيه كتسود فيه اللغه الفرنسيه فبطبيعه الحال خاصو يجي لكيبيك. علما انه دابا مثلا في مقاطعه في لونتاريو فولاو دابا تيبغيو حتى هما ناس اللي كيعرفوا الفرنسيه فممكن يكون عندكم حظوظ. مهم الفرنسيه والانجليزيه بجوج مهمين في كندا فمن الافضل انسان انه يخدم عليهم بجوج ويدوز لي تيست ديالهم بجوج. من اهم الاسئله طبيعه الحال اللي غادي تراودكم في البال ديالكم هي شنو هي التكلفه ديال لونتري اكسبريس، بشحال كيطلع لك الدوسي وبشحال كتطلع لك الفيزا. هادشي غادي نعطيكم الارقام ديال الا درتوها لراسكم حيت ممكن انكم ديروها لراسكم حيت جميع المعلومات كاينين هما دايرين هاد لا بروسيدور باش انه الانسان يقوم بها بوحدو ما يحتاج شي حد اخر. ولكن كاينين الناس يا اما ما عندهمش الوقت اولا ما عندهمش مع مانيبيليو هاد المسائل ديال الانفورماتيك وديال لورديناتور وداكشي كيفضلوا يمشيو عند واحد الكابيني يبقاو مرتاحين وهو يقول لهم جيبوا هاد الوثيقه جيبوا هاد الوثيقه وهو يتكلف لهم بالباقي، خصوصا انه لي كابيني تيكونوا عارفين
يعني عارفين القانون ديال داكشي، عارفين بزاف د الحوايج اللي الانسان ممكن انه ما يعرفهمش. المهم انا غادي نعطيكم لي فري دو دوسي، ما غنتكلمش على لي فري ديال الوسيط اولا ديال كابيني دو ريكروتمون، عفوا ماشي كابيني ديميغراسيون، ولا ديال واحد شي محامي ديال الهجره. اذا بالنسبه لي فري ديال شخص واحد اللي فيها لي فري ديال التريتمون ديال الدوسي، زائد لي دووا اولا داكشي اللي كتخلص باش تاخذ لا ريزيدونس بيرمانونت اللي هي الاقامه الدائمه، فتقريبا 1040 دولار. 1040 دولار الا اعتبرنا الدولار ب 7 دراهم، فغادي تكون تقريبا لي فري هما 7280 درهم للشخص الواحد. يعني الا كنتو زوج وزوجه غادي تضربوا هاد العدد في جوج، فغادي تجي هي جوج الناس 14560 درهم جوج الناس. الا كانوا عندكم اطفال فكل طفل تيتحسب عليه تيتحسب فيه 150 دولار. 150 دولار اللي هي تقريبا 1050 درهم. بطبيعة الحال غتكونوا كتشوفوا لي طابلو دابا، سكرينيو عندكم اولا خليو عندكم، وفي جميع الحالات راه غادي تلقاو ان شاء الله الروابط كامله في الرابط اللي غادي نحط لكم. غتدخلوا الرابط غتلقاو فيه لا بروسيدور كامله وكل بلاصه غادي الرابط ديالها اللي غادي تحتاجوا. اذا هذا فيما يخص المصاريف ديال الملف ديال دراسه الملف وديال الاقامه الدائمه. حاجه اخرى، واحد المصاريف اخرى كاينه اللي هي تيقولوا لها لي بروف دو فون، اللي هي واحد الفلوس باش انك يعطيوك الفيزا ديالك ويعطيوك لا ريزيدونس ديالك قبل ما تاخذها، خاص تبرهن اولا تبروفي ليهم انه عندك واحد القدر ديال الفلوس في الحساب البنكي ديالك. هذا القدر ديال الفلوس شنو هو؟ حيت انت ملي كتجي تجي بلونطري اكسبريس فما كتكونش خدام نورمالمون، ما تيكونش عندك عقد عمل الا في حالات اخرى. مهم كنتكلم على انك غادي في نظام هجره عادي، غتمشي لكندا عاد غادي تقلب على عمل. فباش تمشي في الاول بطبيعه الحال ما غاديش تكون خدام، غادي يكون عندك مصاريف، خاصك تاكل وتشرب وتسكن وتشري الدواء، سورتو في الاول ما تسكنش عندك لاسيغونس باش انك تداوى فابور، وبالتالي خص يكونوا عندك فلوس باش ما تكونش بطبيعه الحال عاله على الدوله. فهما ضروري يعرفوا انه عندك واحد القدر كافي ديال المال في الكونت بانكير ديالك اللي غادي يخول لك انك تعيش في واحد الكرامه مده 6 شهور. هما تيعتبروا انك غتبقى 6 اشهر عاد غادي تلقى عمل. بطبيعه الحال الناس ما كيتسناوش 6 اشهر، كيحاولوا يخدموا فاش ما كان في الاول، ماشي غيبقى جالس كيتسنى الخدمه اللي تيحلم بها. لا، يعني انسان في الاول يقضي باش ما كان باش انه يقدر هدي باني راسو ويصرف على راسو وعلى وليداتو. بالنسبه للناس اللي مشاو مع وليداتهم فهاد لي مونطون هاد الفلوس محددينهم على حسب عدد الافراد ديال الاسره. فكل ما كيزيد عدد الافراد كل ما كيزيد الفلوس اللي خاصك يكونوا عندك في لو كونط ديالك. بطبيعه الحال الناس اغلبيه تياخذوا الفلوس، يعني حتى اللي ما عندوش ربما يقدر انه يتسلفوا من عند شي حد ويحاول غير يجي لكندا يلقى خدمه بطبيعه الحال، ودوك الفلوس راه كيردهم لماليهم بطبيعه الحال. مهم هاد الفلوس راهم واحد الحاجه اللي هي ضروريه باش يعطيكم الفيزا ديالكم ويعطيكم الاقامه الدائمه. فبالنسبه لشخص واحد مثلا، غادي يمشي شخص واحد ما غاديش يدي معاه وليداته او لا ما عندوش وليدات، فغادي يحتاج لي فون اللي غيحتاج هذا بالدولار الكندي، غادي يحتاج 12669 دولار اللي هي كتعادل تقريبا بالدرهم المغربي 88683 درهم، يعني قريبا تسعود المليون. الا كانوا جوج ديال الناس كما كتشوفوا في لو طابلو هي 15772 دولار كندي اللي هي كتعادل بالمغربي كتعادل 110 الف درهم و 404 ديال الدرهم، فهي تقريبا 11 مليون. الا كانوا 3 الناس فهي 19390 دولار. فدائما كما قلت لكم كل ما كيتزادوا عدد افراد الاسره كل ما كيتزادوا الفلوس اللي خاصهم يكونوا عندك في لو كونط. فمثلا اغلبيه الناس كيجيو مثلا عندهم طفلين، يعني غادي يحتاجوا هما غيكونوا 4 الناس غيحتاجوا 23542 دولار. الا ضربناها
في 7 دراهم، الا اعتبرنا الدولار هو 7 دراهم، فغادي يحتاجوا تقريبا 16 مليون ونص تقريبا باش انهم يعطيوهم او لا يكون عندهم لي بروف لي فون اللي غادي يكونوا كافيين باش يقبلوهم في نظام الهجره. وخصكم تعرفوا انه هذوك الفلوس اللي كيبغيو دوك لي بروف دو فون ولا ديك الغارونتي اللي كيبغيو، فما غاديش تقول لهم مثلا انا عندي دار هي القيمه ديالها هي الغارونتي، لا تيبغيو واحد الفلوس اللي هما ليكيد اللي موجودين باش انك تستعملهم اللي تحتاجهم. لحقاش الا كانت عندك مثلا دار في المغرب او بقعه ارضيه وقلتي لهم ها هو لو فون اللي غادي تمشي لكندا، ما غادي تنفعك بوالو. فهمتوا هذه الفكره؟ مهم ديروها في بالكم. اذا كنتمنى انه قصت عده نقط اللي هي مهمه اللي غادي تحل لكم عينيكم بعدا على لونتري اكسبريس. وان شاء الله الا عندكم سؤال في شي حاجه معينه راه غادي نتكلم عليه في فيديو بوحدو خاص، مثلا للتيست ديال اللغه غادي نخلي لهم فيديو بوحدو، حيت هما واحد الحاجه اللي كيسولوا عليها الناس بزاف باش تعرفوا لي بري ديالها فين كدار العناوين الى اخره ان شاء الله. اذا دابا غادي تلقاو في صندوق الوصف الرابط اللي فيه لا بروسيدور كامله والروابط كامله ديال الغوفرنمون ديال كندا اللي غادي تلقاو فيها فين ديروا ليفالواسيون ديالكم، فين ديروا يعني تشوفوا واش نتوما مؤهلين او لا عندكم النقط الكافيه، كذلك جميع المعلومات اللي خاصه باي حاجه بغيتوا غادي تلقاوها ان شاء الله في هذاك الرابط. كنتمنى الفيديو يكون فادكم، كنتمنى لي عندكم شي اسئله اخرى ما ترددوش قولوها ليا في لي كومونتير وان شاء الله غادي نحاول نجاوبكم عليها الا كانت في علمي او نبحث على المعلومه الموثوقه والصحيحه باش ان شاء الله نوصلها لكم. اذا هذا كان فيما يخص لونتري اكسبريس. موعدنا في فيديو قادم ان شاء الله على موضوع اخر او لا تتمنيت لهذا الموضوع. فتهلاو فراسكم الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.